ميلاد اكمل حبيب قلبي بابا. اي ميلاد؟ ايوه حبيبي. اه عيد ميلاد يا بابا. تعال انا شكر قوي يا بابا. شكر قوي. كل سنه انت طيب. هتحتفل بيا يا بابا؟ ايوه طبعا. ميرسي يا بابا. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. راح عشان رحمه. طفش طفش طفش. كل سنه انتوا طيبين. كل سنه. كل سنه انتوا طيبين. كل سنه انتوا طيبه جميله. بامانه يعني ميرسي قوي ان انت جيتي عيد ميلادي. انت عارفه اني اول مره بابا يفتكر عيد ميلادي بجد؟ بجد؟ اه اول مره. رغم انه مش في اوانه. ايه؟ قصدي مش في ميعاده يعني. ما هو مش يعني ايه؟ يعني هو ما يعني بابا مش دايما بيفتكر مش عوايده يعني سوري. بس احلى حاجه ان الواحد يحضر عيد ميلاده كده وهو مش عارف ان هو عيد ميلاده. بيبقى احلى عيد ميلاده على فكره. بس انا ما حدش بيجيب لي هديه. لابوك مام. هستلمها امتى بقى ان شاء الله؟ ايه طب مش كنتوا تقولوا النهارده عيد ميلاده كنا جبنا هديه بسيطه كده؟ يا ستي وجودك معانا بالدنيا كلها فاجئتونا والله. لا 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 مفيش مفاجاه. هديته عندي. خلاص ان شاء الله قريب. ان شاء الله ان شاء الله. تحب اجيب لك ايه؟ جيبي جميله وتعالوا بقى اقعدوا معاك. ان شاء الله. مش تناموا بقى؟ يناموا. تنامي؟ اه هتنامي. تنامي يعني تناموا. اه ان شاء الله. في الاوضه عندي. في الاوضه عندي. في الاوضه عندي. لا على سريري انا. على سريرك في رحمه. احلى سرير في الدنيا. سرير اكمل. اكمل جميل جدا. اوضته عبقريه واخده مسابقه يعني الاوضه الاولى الشبابيه في العالم. مرتين على التوالي. مرتين دخل سريره. سرير ايه بس؟ احنا هنا هنقعد على الكنب لغايه الصبح ما يطلع وبعدين نتكل على الله. لا يا فندم ما ينفعش. احنا راشين تحت الكنب ممكن يغمى عليك ولا حاجه. ملهوش لازمه السراير. لا 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 ان شاء الله جوه السرير حاجه جميله. اتفضل. عادي كانكم عايشين في بيتكم. تمام اتفضل. بصي دي اتفضل. طب يا دوبك بقى تجيبوا السمك عشان نلحق ناكل وننام لنا ساعتين. يلا يا جميله. يلا بينا. يلا يا حبيبتي تعالي. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. مشوي ومقلي. ها مش. ورز. رز اه. دي مجنونه. صدقت سمك. سمك في اسكندريه مش عارف. الله بصي الاوضه حلوه ودمها خفيف ازاي. ماما احنا مش هينفع نبات هنا. ليه ما ينفعش؟ شباب زي الفل وقالوا لنا اتفضلوا. نقول لهم لا نكسفهم. ليه ما غيرتوش يعني؟ ما تغيروا بقى. يلا ما احنا هنغير بس لما تخرج. طب ما انا اغمي عيني. بجد اوضتي فرحانه قوي ان انتوا في اوضتي. اوضه حلوه قوي. تقول مرسومه بريشه. انا اللي راسمها. طيب على العموم انا هنام في الصاله. الصاله مش بعيد عن اوضتي. ايوه انا قلت لبابا ما تخليش الصاله بعيد عن الاوضه عشان فهنام فيها. لو محتاجين اي حاجه اي حاجه صحوني بس. لو قمت ممكن انفذها ان شاء الله. حبيبي بس ما تنساش السمك عشان نلحق ناكل ونقيل ساعتين. بس تغيروا بقى يعني. يا ريت نغير بسرعه. طب مش تصبح على خير بقى. مش انت والقالو؟ مش هو حبيبي والنبي يا ريت في السمك يبقى فيه جزل. جزل؟ حاضر. حاضر يا طنط. من وهي صغيره وهي بتموت في القراميط. حاضر بعد اذنك. بعد من وانت صغيره كده وانت بتموتي في القراميط. هو انا كمان وانا صغير كنت بحب القراميط جدا. تصبح على خير. بحس ماما غلابه جدا تشنب كده وقراميط. ماشي. وهات لنا منهم كده كميه حلوه يعني. حاضر حاضر حاضر. بس نغير بقى. نغير يعني. اوكي اوكي. يلا يلا. اوضتك حلوه قوي. انا نفسي افهم يا ماما انت بتعملي معانا كده ليه؟ يا بنت في ايه؟ ناس زي الفل فتحوا لنا بيتهم. نقول لهم لا؟ الناس تقول علينا ايه؟ ماما احنا لو بيتنا هنا هيقولوا كتير قوي على فكره. ما يقولوا اللي يقولوه. احنا ولايه وفي نص الليل هنروح فين في البرد والليل ده؟ وبعدين الناس مفتاحها ضاع. يروحوا فين يعني في نصاص الليالي؟ ماشي يا ماما. مشاش في ركبك يا بعيده. يلا عشان ننام. ايوه يا روح قلبي من جوه. وحشتيني والله وحشتيني. ايوه يا عم رمضان يا جامد. اللي هلالك الله بعود الايام بتيجي من السنه للسنه. وحشني قطايفك وكنافتك المحشيه بالكايزر والحاجات ديت. اشوف فوانيسك بقى وصواريخك. ايوه رمضان. ايوه يا حبيبي
يا روح قلبي من جوه جاي لك حالا، جاي لك حالا. باي باي. برافو برافو. اه بابا مكالمة تحفة. انا سمعت كل حاجة، انا كنت واقف من الاول. سمعت ايه؟ سمعت المكالمة من اولها. عمك رمضان يا قلبي. لا ثواني يا بابا بقى، مين نن عين بابايا من جوه؟ يا ابني عمك رمضان عنده شرخ في الناصور جاي له لغايه مناكيره من فوق. بس معلش يعني عم رمضان انت مشتاق له وهو مشتاق لك؟ لا تعرفني عليه بقى عشان نشتاق له كلنا في يوم الاشتياق الجاي ده. يحب تيجي معايا وتشوف هو بيتخيط الجرح بينا هنا في الجامعه؟ لا لا اشوف خياطه ليه يا بابا؟ ليه؟ ما انت مش مصدقني. لا معلش احكي لي الموضوع بالراحه كده. احكي لك ايه؟ بالراحه كده، ايه اللي حصل يعني؟ مالكش دعوه باللي حصل، الراجل لازم عنده، انت عندك فصيله اهو. مفيش اهو جمله، مفيش جمله والله اتقالت. بابا حط نفسك مكاني هتلاقيك بتقول اي حاجه والله. انا لو وقفت مكانك مش هصدق انا الراجل واقف هنا اساسا. اساسا اهو، يعني احنا متفقين اهو. بيرن تاني اهو. ايوه يا حياتي. ايوه يا رمضان. ايوه يا حبيبي. معلش انا عندي اصل شغاله سريلانكيه هنا سرقت المصفى البلاستيك بتاعت ال ورحت جاي لك على طول. طب اطمن على النسور. خدوا عليه. اطمن على النسور يا بابا. ومختار مرض عجيب قوي النسور. لو سمحت. كل ده برضه جميلة؟ كل ده مستنيكي؟ كل ده ايه؟ كل ده اللي انا بقوله ده. امورين؟ معلش هو بس الشنطه بتاعتنا نسيناها بره على الباب. لوحدها؟ قصدي يعني ايه؟ عشان شنطه؟ عشان شنطه نسيبها بره لوحدها في الساعه؟ نعم. نعم الله نعم الله عليكي. لو ممكن بس تجيب لي الشنطه بعد اذنك؟ ده ممكن. او انت بتاخدي رايي؟ يعني انا هقول لا مثلا مش هجيب الشنطه؟ ده انا هجيبها، ده انا ممكن اجيبها واقوم جاي مرجعها وجايبها تاني يا جميله. بعدين. يا حبيبتي الشنطة فين؟ بس ما تزعليش بس. كل ده؟ معلش قابلت لجنة في الطريق، كل ده إيه يا جميلة؟ أنتوا حاطين كنبة فيها ولا إيه؟ آه 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 هي تقيلة للدرجة دي؟ آه أوي أوي. ده إيه الرشاقة دي؟ مش هيروشيما زي الفل. لا مفيش دعوه، ده انا دي حاجه في ابتدائي عندي من زمان يعني. هو في حاجه ولا ايه؟ هو مفيش حاجه بس يعني ما نصبر شويه، مش ممكن يبقى في حاجه؟ تصبح على خير. وانتي من قلب، وانتي من قلب، وانتي من قلب جميله. الله قالت لي تصبح على خير. طب ما تصبح على خير دي عادي بتتقال لاي حد. وانا ليه بقى اللي بهبل قوي كده لما اصل انا بقى كنت في يوم كده في الغابه. في الغابه؟ الغابه، ولقيت اتوبيس غارز بتاع اطفال. يعني اتوبيس واطفال في الغابه؟ شوف القدر سبحان الله. كنت نازل رافع كده بايدي وانا بنزل بقى كده في الاطمال دي، ودي دي سليمه بقى، دي اللي هي بقى اللي الحمد لله الحمد لله. فعلا حاجه مش حلوه خالص. الحمد لله الحمد لله. بس انا مش عارف يعني ده من الاتوبيس ولا دي حاله نفسيه؟ لا دي مش حاله نفسيه، دي حاله عقليه. يبقى من الاتوبيس، اصل العقل ولا